سجينات إيرانيات تجاوزن 60 من العمر وجميعهن محكوم عليهن بالسجن لعشر سنوات، وأكثر من نصف هؤلاء أمهات. وفق تقرير لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران الذي فضح حقيقة ما يجري داخل سجن إيفين في العاصمة طهران، التقرير كشف مشاهدين أن بعض السجينات الإيرانيات تعانين من أمراض خطيرة وحياة هؤلاء مهددة بالموت يوما بعد يوم، حيث يتركن من دون علاج داخل جدران السجن. القمع داخل العنبر العام للنساء بسجن إيفين وصفه التقرير الحقوقي بانتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وأن أقل ما يقال عنه أنه غير إنساني بسبب التعذيب والتهويل والحبس في الانفراد لمدة طويلة بعد تشكيل ملفات قضائية لهن من قبل السلطات الإيرانية. عدد السجينات 61، وآخر السجينات الصحفية مليكة هاشمي التي اعتقلها النظام بعدما حضرت إلى محكمة إيفين للإدلاء ببعض الإيضاحات. منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية مشاهدين في كافة أنحاء إيران، اعتقل النظام الإيراني أكثر من 70 صحفيا، لا يزال نصف الصحفيين رهن الاعتقال، أما أبرزهم الصحفيتان نيلوفر حامدي وإلها محمدي اللتان نشرتا طريقة قتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، وتم اعتقالهن منذ بداية الاحتجاجات في البلاد وحتى الساعة. قصة الفتاة الإيرانية مهسا أميني التي أشعلت شرارة أطول موجة احتجاجات بدأت بعد اعتقالها على يد شرطة الأخلاق ووفاتها في 16 من سبتمبر الماضي، لتمتد التظاهرات لأكثر من 150 مدينة إيرانية حسب المعارضة على مدى 4 أشهر. السلطات الإيرانية حاولت إخفاء تورطها بمقتل مهسا أميني عبر تقرير طبي يزعم وفاتها لأسباب صحية، إلا أن ناشطين يؤكدون تعرضها لضربة على الرأس. التظاهرات شملت إضرابات لقطاعات عدة أبرزها قطاع النفط. في الذكرى 40 لوفاة مهسا أميني قمع المتظاهرون بعنف. أوى إلى ديسمبر الماضي لاحتواء الاحتجاجات صدر قرار بحل شرطة الأخلاق. في 8 ديسمبر الماضي شهدت إيران أول إعدام لمتظاهر فيما ينتظر العشرات مصيراً مماثلاً.